بعد وثائقي حرب الروس والفيتنام، حلقة جديدة في سلسلة حروب باردة تقودنا إلى معركة العجوز والعروسة في الجزائر. لقد ندبوا لي حياتي بهذا الزواج، كرهت كل شيء، لم تبقى لي لذة في الحياة بسبب أمي وزوجتي ومرتي. أم جورج كانت تريد تزويجه لابنة أختها. ندمت عنه، قد ندمت على اليوم الذي قابلت زواجه بهذه اللفعة. لو سمع نصيحتي وأخذ ابنة خالته لما وصلنا إلى ما نحن عليه. قش لهاد الوقت الحكة الأولى. أول حكة مع جوزتي كانت يوم الخطوبة، لقد بدأت تمعني أني سحرته لكي يتزوج بي. زوج بي. أنكر هذه التهمة عن زوجتي، أنا متأكد أني لم آكل أي شيء من يدها قبل الزواج. هذه الحية سحرته في ملابسه، أنا متأكدة. عجوزتي تبين أنها ناس ملاح، ولكنها مسمومة وخربت بيوت. وصلتني أخبار أن أمي دائما تزيجي زوجتي أمام العائلة. تعاملني كأنني بونيشة عندها. أصبح جورج يدخل الشيكولة ليأكلها خفية مع زوجته، ثم يخرجون الكوارت عبر ساقها في الصباح الباكر. دائما تلصق فينا عندما نريد الخروج. تعبت في تربية ابني ليأتي اليوم الذي نخرج فيه بالسيارة وتركب هي في الكرسي الأمامي وأنا في الخلفي. زوجتي تعلم أن أمي عندها لاتونسيون، ولكن زكارة تكثر الملح في الطعام. وليدي ابني كان مثل البوبون، قبل الزواج كان يأكل في المنزل، الآن أصبح يشتري ساندويتش النقانق. تجابر الحاجة فانيسا كل أخطاء كريستين لتحرش ابنها عليها. إذا لم أصرف النقود تقول له أني لا أتهلى في المنزل، وإذا صرفت تقول أنني أزربع أمواله التي يشقى لكسبها عليهم. كثير من الذكريات الحزينة تسبب فيها هذا الزواج، حيث أصبح جورج لا يتفاهم مع أخيه. جورج لم يصبح أخي بعد هذا الزواج، إنه الآن بمثابة ابن عمي. جاء اليوم الذي أرى فيه أبنائي لا يتكلمون لمدة سنتين بسببها. أخي هو الفرشة، زوجته تمشيه بالسقلة. كل ما حدث بسبب أن ابنة خالتي التي لم أتزوجها أخبرت زوجة أخي أن زوجتي زيجتها، فأخبرته زوجته بذلك، ولكنه يعلم أن ابنة خالتي سوسة العائلة وغيورة، كان عليه أن لا يستمع لها. من أهم معارك هذه الحرب الباردة هي حادثة اسم الابن. زوجتي كانت تحلم أن تسمي ابننا إياد، لكن أمي أرادت اسم عزيوز. في 2023 أسمي ابني عزيوز؟ عزيوز نسبة إلى جده الشهيد، لقد قتله الاستعمار سنة 1890. قررت أن لا يكون عندي أبناء لأتفادى هذا المشكل. أصبح جورج يمتلك خبرة كبيرة، إذا دخل المنزل ووجد التشناف يفهم أن شيئا ما قد حدث، فيستعمل لا تكنيك وهي إعطاء الحق لكلا الطرفين. في بعض الأحيان لا تنجح هذه لا تكنيك كما حدث مؤخرا. لقد عرضنا عائلة هذه اللفعة، جاءوا فوق قلبهم وقعدوا نصف ساعة فقط. عندما عرضونا قررت أمي أن نبقى عندهم نصف ساعة فقط، لقد خلفنا لهم الضربة ولكني خلصتها غالية مع زوجتي. أصعب لحظات جورج المسكين عندما يطلع له الزبل ويربح العيب لهن معا، ليجدهم فيما بعد قصره وكأن شيئا لم يحدث. إنهم منافقات، في تلك اللحظة أصبح أنا الرخيص الذي ربح العيب وهم الناس الملاح. يعاني جورج المسكين من نظرة الجيران له في كل مرة يحدث فيها سمير في الحومة بين أمه وزوجته. رسالتي لهذا المجتمع الظالم، توقفوا عن الحكم علي لأني ضحية. إذا وقفت مع أمي يقولون أني حجار لوليات، وإذا وقفت مع زوجتي يقولون حلاب وما فيش الخير وماشي راجل دار على أمه. تبا لهم، تبا لهم.